لا يخفى عليكم ما تمر به البلاد، بلادنا خاصة الكويت، من بعض الاضطرابات والفتن والمواجهات التي تشير إشارة واضحة إلى فتن نسأل الله عز وجل أن يجنبنا إياها. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن. فلا نقلل من شأن الدعاء أيها الأخوة الكرام والاستعاذة بالله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بل وشرع لنا إذا جلس أحدنا للتشهد أن يستعيذ بالله من أربع: أن يستعيذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا يعني ما يعيش الإنسان من الفتن الكثيرة الظاهرة والباطنة، بعضها خفي وخفي جدا، كحب الشهرة، حب المنصب، وحب المال، وحب الظهور والتسلط على الناس، وكثرة الأتباع، وكثرة المشجعين والمصفقين. هذه فتن وشهوة قد تدخل في نفوس كثير من الناس من حيث يشعر أو لا يشعر، فيسره أن الناس تصفق له وتجتمع حوله وتسمع له ويوجههم. هذه فتنة وشهوة خفية في نفوس كثير من الناس، حتى أنها وجدت في نفوس كثير من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فبعضهم يقول إن ولاة الأمر هم العلماء والأمراء. ومن هم العلماء؟ قال: العلماء العاملون. فيخص ذلك، يخص بذلك العلماء العاملين، يعني علماء الحركة اللي يأمرون وينهون. فإذا قيل قاطعوا قاطعوا، إذا قيل اخرجوا اخرجوا، إذا قيل اجتمعوا اجتمعوا. يقول: هؤلاء هم العلماء العاملون، لا علماء السلطة وبلاط السلطان ونحو ذلك من الكلمات القبيحة التي يلقبون بها أهل العلم. الله عز وجل يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فإذا كان الأنبياء قد شاء الله عز وجل ابتلاء واختبارا أن يجعل لهم أعداء من المجرمين، فكيف بورثة الأنبياء من أهل السنة من العلماء؟ فتجد من يلمزهم في كل عصر ومصر ويتهم باتهامات باطلة، فهذا ابتلاء لا بد منه. قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أي أن هذه السنة من سنة الله عز وجل الشرعية التي شرعها لعباده أن يبتليهم. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله عز وجل يقول في كتابه سبحانه وتعالى: ليبلو بعضكم ببعض. البلاء يبلو الله عز وجل الناس بعضهم ببعض. ابن القيم له كلام طويل مختصره أن الله عز وجل يبتلي الحاكم بالمحكوم، والمحكوم بالحاكم، والأب بالابن، والابن بالأب، والزوجة بزوجها، والزوجة والزوج بزوجته، والجار بجاره، والفقير بالغني، والغني بالفقير، والصحيح بالمريض، والمريض بالصحيح، والظالم بالمظلوم، والمظلوم بالظالم. فالله عز وجل يبلو الناس بعضهم بعض، يبتلي المسلمين بالكافرين، يبتلي الكافرين بالمسلمين. فأنت في بلاء، في بلاء مع زوجتك، مع أهلك، مع حاكمك، مع خصمك، مع صديقك، مع حبيبك، مع وليك، مع عدوك، أنت في بلاء.